ما تطلعش. ايوه عشان هي عامله ضجه في اي واحد. في حاجه واحده بحد انا بقول لك ما تطلعش يا ادم قعدانك هنا النهارده عامل مشكله على مستشفى الجمهوريه بحالها ومسمع المشاكل انا بقول حاجه واحده كاننا قاعدين لغايه ما نحط اسس نمشي عليها مدى حياتنا ماشي صح جدا بص انا ما استحملوا معلش اسبوع كمان احنا نسال يا عم نسال نو بس طول ما احنا قاعدين نعمل لهم ربك على مستوى الجمهوريه بحالها لغايه ما نحله صح ايه هنحله صح هنمشي عليها مدى حياتنا احنا مليان فاستنوا اصبروا شويه وانا هحله انا يبقى في الكشك بقى هنا حددت لي جمهوريه مصر العربيه هو يبقى في الكشك بس هو حددت لي خط السير احنا حد السيد وبعد ما عمل في مصر احنا عمل عندنا خط السير قاعدين في الكشك هنا فاكر قال دلوقتي الله لا يقدر واحد مريض وعايز يروح تشوف اروح ازاي شبين ولا تشوف انا ما بروحش هنا عشان تحط صيحه ماشي قلنا يا عم بالنسبه لكارت راس الكف ماشي يا عم باشا بقى احنا ما بنتكلمش في اجره زياده ماشي الله يبارك فيك عارف ايه اجره هنا في المنوفيه اقل اجره 10 قروش ماشي بره ب 14 قروش مش مشكله عارفش تعرف الاجره اللي هي في المحافظه بتاعتك الله يبارك بس اديني الكيلوات بتاعتك هو حاسب لي اجرتي 75 كيلو في 10 يخيب لك 7 جنيه ونص من اول ابو مشروع من اول السرير وسايب لي ال 18 كيلو بتوعي من اول الجنفور لبيت عاوزين عربيه عاوزين عربيه بكيلو متر من باب المور لباب المور 93 كيلو مش عايز انا اجرتي 9 جنيه 30 جنيه قرارنا موجود ومخدوم ثواني يا سيدي ثانية يا سيادة احنا ما بنتكلمش في اجرة زيادة احنا مش عايزين اجرة زيادة احنا مش عايزين اجرة زيادة بس احنا استنى بس احنا ما بنتكلمش ولا زيادة ثواني بس يا جماعة ثواني يا سيادة جيبوا عربية يا جيسى بدل حل مشكلة انا معانا معروف انا بجيب تسعة جنيه اه هسيب لك في جوهر ما بعديلش انا همشي على اجرة محافظتي انا انا عاوز سباريز انا مش عايز زي طنط مش عايز زي عيد انا عايز زي محافظتي بس كمل يا بابا هي صح كده لا كله بقى وهيجي لك 100 مره يا عم المصلحه العامه ايه من غير زياده اديني كل وقت ما انت هتاخد 10 جنيه انت عايز احنا بنضحك عليهم كده